أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نافذة تفاصيل خبر التي سوف نتحدث فيها اليوم عن ميليشيا الحوثي التي تقتحم عدد من منازل المواطنين في محافظة ذمار وتنهب مبالغ مالية بعد اختطاف المواطنين، حيث قامت أطقم تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية خلال يومين الماضيين عددا من المنازل المواطنين في مديرية مغرب عنس غربي مدينة ذمار. وقالت مصادر محلية أن أطقم مسلحة تابعة للحوثيين داهمت قرية أكمة راشد بمديرية مغرب عنس غرب مدينة ذمار، وقامت باختطاف أحد المواطنين ونهب مبلغ 400,000 ريال من المنزل. وفي هذا الصدد أكد أبناء قبائل مغرب عنس أن الميليشيا الانقلابية خرقت اتفاقا سابقا يقضي بتجنيب المديرية الاقتتال ومنع الاستحداثات المسلحة من نقاط أو أعمال استفزازية في أراضيها أو اتهام، لكن يقف مكتوفي الأيدي حيال ما يجري لأبناء المديرية من انتهاكات مستمرة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية. إذن المشاهدين الكرام، نناقش فيما بعد تفاصيل هذا الخبر. يكون معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض ناصر الجمرة، السكرتير الصحفي لمحافظة ذمار. إذن بك معنا سيد ناصر. أهلا أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك سيد ناصر. بداية، حقيقة أوضاع محافظة ذمار لا تختلف عن بقية المحافظات والانتهاكات التي تمارس عليهم من قبل ميليشيا الحوثية الانقلابية، وتحدثنا بالخبر بأن هناك اقتحام لعدد من المنازل وكذلك نهب مبالغ معينة من تلك المنازل. ما هي آخر المستجدات لديك سيد ناصر بتلك الانتهاكات لميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين في المحافظة؟ الميليشيات الانقلابية منذ سيطرتها على محافظة ذمار في أواخر العام 2014 قامت بمهاجمة المواطنين واقتحام البيوت والمنازل والقرى واعتقال كثير من المواطنين. في الأيام الأخيرة أقدمت الميليشيات الانقلابية على اقتحام قرية أكمة راشد وهي تقع في مغرب عنس قربي محافظة ذمار، وبحجة البحث عن مطلوبين، وقامت باعتقال أحد أبناء هذه المنطقة وعبثت في المنازل ونهبت مبالغ مالية وصلت بعضها إلى 400,000 ريال يمني. حدث أن قامت الميليشيات الانقلابية قبل عام تقريبا بمهاجمة بعض القرى في منطقة في مديرية جبل الشرق. هذه المديرية التي تعج يعني بالثوار الوطنيين الذين لا يوالون هذه الجماعة، قامت باختطاف الأستاذ أحمد الجعمني وهو أستاذ تربوي وهو أنموذج لضحايا الميليشيات الانقلابية الحوثية. قامت بمهاجمته إلى منزله وقامت بإطلاق الرصاص الحي حتى أردته يعني جريحا، ثم قام بعض أسرته إلى إسعافه إلى أحد المستشفيات في مدينة في مديرية المنار، لكن الحوثيون هاجموا المستشفى الذي وصل إليه الجريح والمرافقين وقاموا بإيداعهم السجن حتى نزف المريض أو الجريح أو هذا المختطف، اختطفوا إلى داخل السجن ونزف حتى مات. وهناك نماذج كثيرة لوحشية الميليشيات الانقلابية ضد المواطنين من أبناء محافظة ذمار. سيد أحمد، الميليشيات الانقلابية تقوم بمهاجمة البيوت والمنازل بميليشيات قادمة من صعدة وبتسهيل مباشر من القيادات الميدانية، مثلا من قرية موشة قرية مجورة. تتحدث عن تلك الاقتحامات بتتحدث عن تلك الاقتحامات تحت أي مبرر تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ ونتحدث عن مواطنين، لا نتحدث عن نشطاء أو غيرهم، وربما يطال أولئك النشطاء أكثر مما هو على المواطن. لماذا استهداف المواطن تحديدا في المحافظة؟
الميليشيات الإنقلابية بعد أن قامت بتصفية الشهود وبملاحقة الإعلاميين والنشطاء والسياسيين في محافظة ذمر، ولا تخفى عليكم قضية أو مذبحة هران حيث أفضت إلى استشهاد الصحفي يوسف العزري وعبد الله قابل وكذلك عبد الله المنيفي وحسين العيسي الذين تحرروا من قبضة الميليشيات الإنقلابية خلال اليومين الماضيين. بعد أن قامت بتصفية الشهود أيضا واختطاف السياسيين، لجأت إلى اعتقال المواطنين ممن لا يوالونها حتى تروض المواطنين وتجبرهم على تجنيدهم أو تجنيد أبنائهم وإرسالهم للجبهات، خصوصا بعد الانتكاسات والهزائم المستمرة التي تتلقاها الميليشيات الإنقلابية في كل جبهات القتال. سيد أحمد، إذا تحولت الميليشيات الإنقلابية حولت مدينة ذمار إلى مؤخرة عسكرية لتعزيز الميليشيات الإنقلابية وإلى نقطة تجمع المقاتلين الذين يأتون من المناطق المجاورة ومن محافظات إقليم أزال بالتحديد إلى محافظة ذمار وإرسالهم إلى معسكرات التجنيد التي استحدثتها خلال الأيام القليلة الماضية أو خلال الشهر المسلم في مديرية الحدا. نعم سيد ناصر، ماذا أيضا عن ردة فعل أبناء القبائل تجاه كل تلك الانتهاكات التي تمارس بحق أبنائهم وكذلك التي طالت عدد من منازلهم؟ قبيلة مقرب عنس وهي تعد إحدى كبرى المديريات في محافظة ذمار استنكرت هذه الجريمة الدخيلة على المجتمع الذماري، وخصوصا بعد أن برمت عقد اتفاق مع الميليشيات الإنقلابية يفضي إلى تجنيب المنطقة أو مديرية مقرب عنس والمناطق المجاورة لها الاقتتال والحرب، لكن الميليشيات الإنقلابية قامت بمهاجمة القرية وقرى مجاورة لها ويعني اقتلبت على الاتفاق كما تفعل كعادتها. هناك سخط شعبي واسع في كل مديريات محافظة ذمار على جرائم الميليشيات الإنقلابية، وهم ينتظرون فقط ساعة الصفر للانقضاض على الميليشيات الإنقلابية من الداخل، وهناك أنصار للشرعية وللوطن من الداخل. الشعب أو المواطنين في محافظة ذمار يرفضون الميليشيات الإنقلابية ويستنكرون جرائمها التي تلحق بهم وكذلك الأزمات الذين يفتعلونها هذه الأيام. نعم أمام تلك ردة فعل للقبائل، هل من حديث مرتقب عن أي خطوات ربما تتخذ لوضع حد لتلك الانتهاكات التي تمارس بحقهم؟ نعم هناك خطوات ميدانية شعبية رافضة للانقلاب تفضي إلى تحرير المحافظة من بطش الميليشيات الإنقلابية، ولا تنسى أن أول مديرية تحررت بشكل مبكر في إقليم أزال هي مديرية عتمة التي قاومت الميليشيات الإنقلابية من الداخل واستنزفت الميليشيات الإنقلابية وقتلت الكثير من الميليشيات الذين قتلوا في مديرية عتمة، بالإضافة إلى المؤتمر الذي أعلنت عنه قبيلة الحدا قبل عامين تحديدا يفضي إلى منع الميليشيات الإنقلابية من الدخول إلى هذه المديرة. وكذلك هناك حراكات واسعة شعبية في محافظة ذمار كان آخرها اجتماع لقبيلة عنس، أفضى هذا الاجتماع إلى توحد أبناء المديرية أو أبناء القبيلة في وجه الميليشيات الإنقلابية لمنعهم من الدخول إلى المديرية أو إلى القبيلة واختطاف المواطنين. كما لا ننسى الموقف النبيل لقبيلة الحدا عندما قامت الميليشيات الإنقلابية بتحريك عدة أطقم ومدرعات صوب أعماس في مديرية الحدا للبحث عن متهمين، أو جاءوا إليها بتهمة أو بقضية أن الناس أو المواطنين يقومون بتهريب الناس عبر الحدود مع مأرب إلى مأرب، لكن القبيلة توحدت واصطفت لمواجهة الحوثيين وقاموا برد هذه الميليشيات واجتمعوا، فقامت الميليشيات الإنقلابية بإرسال بعض الوساطات للانسحاب والخروج بماء وجهها. نعم ماذا أيضا عن الاختطافات التي تطال المواطنين وكذلك أبناء القبائل والابتزازات المادية التي تطالب بفدية لأولئك المختطفين دون ذنب يذكر؟
سيد أحمد، هناك قائمة كبيرة بالتفاصيل وبالأرقام حول المختطفين في محافظة ضمار، حيث تحولت محافظة ضمار إلى كونها مؤخرة لتعزيزات الحوثي، تحولت إلى سجن كبير يمتلئ بمئات المواطنين الأبرياء. التقارير تقول أن الميليشيا الإنقلابية قامت بسجن أو باختطاف خلال هذا العام 890 مواطن بريء، يعني ليست لديه أي جريمة، وقامت بإيداعهم في السجن المركزي وفي المصحة النفسية وفي سجن الأمن السياسي وسجن الشونة، بالإضافة إلى 450 مختطف كانت اختطفتهم الميليشيات الإنقلابية في وقت سابق. نعم، ماذا عن مصير هؤلاء حتى هذه اللحظة؟ هل من معلومات لديكم سيد ناصر؟ مصيرهم بالتأكيد مصير مجهول، بعض المختطفين مخفيين قسريا، لا يعرفون أسرهم وذويهم أين هم وماذا يفعلون وكيف هي صحتهم. ومن خلالكم أناشد المنظمات الحقوقية والحكومة الشرعية والتحالف العربي بالضغط على الميليشيات الإنقلابية للإفراج عن المختطفين الأبرياء، سواء كانوا سياسيين أو ناشطين أو مواطنين أبرياء. الأهالي يتخوفون بشكل كبير من يعني من وضعهم دروع بشرية مثلا، أو وضعهم في أماكن هي أهداف عسكرية للتحالف العربي. نعم، على ذكر المنظمات الدولية، ماذا عن دورها حتى هذه اللحظة بكل تلك الانتهاكات في محافظة ضمار؟ هناك دور يعني لا يرقى إلى مستوى الطموح من بعض المنظمات، يعني المنظمات الناشئة التي تعمل في ضمار، لكن المنظمات الكبيرة والمنظمات الخارجية والإقليمية خذلت المختطفين سواء كانوا في محافظة ضمار أو في صنعاء. نعم، سيد ناصر، أيضا في قبل أن نختم معك، ربما نسمع منك عن رسائل أولئك المقهورين في محافظة ضمار ومناشداتهم لرفع عنهم تلك الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، فهل لديك أي رسائل من المواطنين تنقلها عبر شاشة سوين؟ نعم، الرسائل تصلني باليوم بالعشرات، الناس هناك ضاقوا، الميليشيات الإنقلابية ضيقت على المواطنين وعلى الناس المعيشة، لا رواتب ولا كهرباء ولا ماء ولا أي شيء من أساسية الحياة. المواطنين هم يستبشرون بالحكومة الشرعية وبالجيش الوطني، وينتظرون فقط يعني دخول الجيش الوطني إلى أطراف محافظة ضمار، وهم يعني مستعدين للانقضاض على ميليشيات الحوثي من الداخل. فأنا أوجه رسالة باسم هؤلاء المواطنين إلى الحكومة الشرعية وإلى التحالف العربي بسرعة تحريك ملف تحرير محافظة ضمار. أشكرك جزيل شكرا سيد ناصر الجمرة، السكرتير الصحفي لمحافظ محافظة ضمار، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض، شكرا جزيلا لك سيد ناصر.